عقد مركز الحياة راصد مؤتمر تدريبي جاء بعنوان تعزيز المشاركة السياسية للشباب تحت رعاية معالي وزير الشباب المهندس حديثة الخرشة، واللي تم فيه تدريب 120 شاب من الشباب النشطين في جميع محافظات المملكة، حيث تأتي هذه الحملة ضمن مشروع مواطنتي في مشاركتي. تفاصيل أوفى بالتقرير التالي، خلونا نتابع. إيماناً بدور وقدرة الشباب على التغيير الإيجابي، رعى وزير الشباب المهندس حديث الخريشة مؤتمراً تدريبياً لتعزيز مشاركة الشباب في الانتخابات البلدية واللامركزية. الوزير الخريشة أكد أن نخبة من الشباب الفاعلين والناشطين تم اختيارهم لتمثيل محافظاتهم من كافة أنحاء المملكة، حيث عقدت جلسة حوارية تناقش ماهية الانتخابات اللامركزية وكيف ستحقق التغيير الأفضل. إنها مناسبة كريمة، حرصت أن أكون معكم وألبي دعوتكم للقاء هذه النخبة المتميزة من شباب وشابات الوطن في افتتاح أعمال المؤتمر التدريبي الذي ينظمه مركز الحياة راصد، وللحديث حول قانوني اللامركزية والبلديات والانتخابات التي ستجرى لانتخاب المجالس البلدية ومجالس المحافظات إن شاء الله المقرر إقامتها في 15 آب من هذا العام. وإننا في وزارة الشباب ننظر بارتياح لعقد وإقامة هذه اللقاءات، وذلك تعميما للفائدة والخدمة لكافة شرائح شبابنا وشاباتنا في كافة أرجاء المملكة. فمثل هذه اللقاءات الهادفة والحوارات الواعية والمسؤولة من شأنها أن توفر فرصا متعددة للشباب للتعرف على دورهم الأساسي والمحوري في العملية التنموية، كما تحفزهم على المشاركة الفاعلة في الحياة العامة. وإننا ننظر باهتمام كبير على ضرورة رفع سوية الوعي لدى الشباب وتمكينهم وصقل مهاراتهم وإكسابهم قيما واتجاهات إيجابية حول المشاركة في الحياة العامة، التي من شأنها أن تمكن الشباب والشابات من التفاعل مع التحديات الداخلية والخارجية بكل وعي واقتدار، واستجابة للتوجهات العامة في أن يكون الشباب هم الفئة الأكثر مشاركة في الانتخابات القادمة، ولتحقيق الرؤى الملكية السامية في تعزيز دور الشباب في الحياة العامة والمشاركة بفعالية وكفاءة في إحداث التغيير الإيجابي المأمول، وأن تكون المشاركة الشبابية على مستوى المجتمعات المحلية ذات تأثير مباشر وفعال. شحادة أبو هديب رئيس مجلس أمناء مركز الحياة راصد أكد أن هذه الشراكات النوعية هي أهم المبادئ التي تدعم الشباب وتجعله يسير في الطريق الصحيح من خلال إعطائهم الدور الحقيقي في توعية وتثقيف مجتمعاتهم المحلية. أنا شخصياً أعتقد أن الشباب هم أقدر ناس على إنجاح فكرة اللامركزية وفكرة مجالس المحافظات، لأن المجتمع الأردني مجتمع فتي، ونسبة 65% من الناخبين سيكونوا من فئة الشباب. فلذلك نحن يعني في مركز راصد مركز الحياة اتجهنا إلى هذه الدورات التدريبية وهذه المؤتمرات للشباب من الجامعات ومن مؤسسات المجتمع المدني، لأننا نعرف الدور الحقيقي اللي ممكن أنهم يقوموا فيه الشباب في توعية الناخبين وفي توعية المواطنين في مناطقهم للإقبال على مشروع الانتخابات وإنجاح هذا المشروع. نحن نعتقد أن الشباب أيضا لديهم الطاقة الكبيرة اللي يستطيعوا من خلالها أن يكونوا فاعلين في وقت الانتخابات وما بعد الانتخابات، لأنه هذه المجالس بحاجة إلى رقابة ومساءلة في المستقبل، وأكثر فئة ممكن أنها تكون تراقب هذه المجالس وتتابع أعمالها هي فئة الشباب، لأنه المشاريع اللي مأمولة أن تنتج عن مجالس المحافظات في المستقبل هي مشاريع لها علاقة وتماس مباشر في حياة الشباب، مشاريع تنموية تخلق تنمية دائمة وشاملة، وأيضا مشاريع تخلق فرص عمل للشباب في تلك المحافظات، لأنه كل محافظة في الأردن
فيها ميزات تنافسية تختلف عن المحافظة الأخرى، فلذلك الشباب يستطيعوا أن يعملوا ضمن محافظاتهم ضمن الميزات التنافسية والمشاريع اللي ممكن أنها تنتج في المستقبل عن الأولويات اللي حددها مجلس المحافظة في كل محافظة من المحافظات. فلذلك يعني في هناك أهداف كثيرة، لكن أهم هذه الأهداف في هذا اليوم بالذات أنه يكون في وعي كامل وتام لدى الشباب بمفهوم اللامركزية وبمفهوم مجالس المحافظات وبالقانون، حتى أنهم يستطيعوا أنهم يوصلوا رسالة صحيحة وغير مغلوطة للمجتمعات المحلية، لأنه في كثير من أبناء المجتمع يعني بعدهم لغاية الآن الرسالة والصورة غير واضحة لديهم. فلذلك هؤلاء الشباب إن شاء الله سيكونوا هم أيضا فرسان التغيير، ويكونوا هم اللي يوصلوا الرسالة الصحيحة والرسالة الحقيقية لأبناء المجتمعات المحلية. هلا أنا بتوقع الأفضل دايما، كون إنه إحنا كنا دايما نطالب يكون في دور للشباب أكبر في الأردن، وخصوصا إنه إحنا مجتمع فتي، فوجود اللامركزية هي رح تعزز هذا الدور للشباب، خصوصا إنه ما في أي شروط بتحد من إنه يترشحوا الشباب لانتخابات اللامركزية. وجود الكم الهائل من الشباب المترشحين لللامركزية هو بدل على حماس الشباب، وبدل على إنه عندهم عطاء، بس كان في كبت شوي لأنه ما كان في دور واضح إنهم يطلعوا هاي الأدوار إلهم. فهلا أنا بتوقع الأفضل كون إنه المجتمع كان بيستنى يكون في دور للشباب أكبر. زي ما نعرف إنه اللامركزية هي عبارة إنه مجلس محلي للشعب، إنه هو نقلت أو عزز فكرة الشعب للمواطن، إنه النائب أصبح نائب وطن، واللامركزية أو المجلس المحلي هو عبارة عن صار نائب خدمة. فهي من خلال الراصد، من خلال الهيئة المستقلة للانتخابات، ومن خلال مراكز الشباب والجمعيات الموجودة في المملكة الأردنية الهاشمية بشكل كام، أتوقع أنها عزت بحوالي 70% من خلال الفكر الواعي عند الناس، من خلال مفهوم اللامركزية، شو مفهوم اللامركزية وكيف طريقة تصويت اللامركزية. بتختلف هي من رأي لرأي إنه تكون مفيدة أو لا حسب الشخص اللي بده يطبقها. وكمان إحنا هذا الدور اللي إحنا بنسعى إليه كشباب، إنه إحنا نرفع من معنوياتنا حتى نوافق إنه هاي الانتخابات تكون أعلى ومستوى أعلى، إنه هي ممكن تكون مفيدة أو لا. قناعتنا هي حتكون مفيدة لأنه الشباب اللي عم بيسعى إنه يرفع من معنوياتها، وإنه تقريبا نسبة كبيرة من الشباب عم تنزل، فبما إنه نسبة كبيرة من الشباب اللي هم جيل المستقبل، بالنسبة لي أكيد هي حتكون متغيرة، حتكون غير عن كل سنة مختلفة. هلا بالنسبة للانتخابات المركزية بتوقع أنها تضيف نقلة نوعية ديمقراطية بالأردن. الناس يعني راح تتوجه للانتخابات بنسبة كبيرة، لأنه انضاف قانون الانتخابات أو انتخابات مجلس محافظات، لأنه بدها خدمات. انتقل المجلس النيابي للأمور التشريعية والرقابية، ابتعد عن موضوع الخدمات أو مفهوم الخدمات، ما من هو مش دوره خدمات. رح يكون في عندنا مجلس خدمي اللي هو مجلس محافظة ومجلس تنفيذي، بالإضافة للمجالس القديمة اللي هي المجالس البلدية والمجالس المحلية. بالنسبة أنا بعتقد أنه لازم يكون في توعية للشعب، للناس، لحتى يكون في مشاركة، مع أنه بدون توعية راح يكون في مشاركة كبيرة. يأتي دور المؤتمر لدمج دور الشباب في العملية الانتخابية وزيادة معرفتهم في الأطر القانونية الناظمة، كما سيساهم التدريب في زيادة التوعية في إجراءات يوم الاقتراع وكيفية الإدلاء بالأصوات، وذلك من خلال جلسة تدريبية ستعقدها الهيئة المستقلة خلال فعاليات المؤتمر التدريبي.